حائط ملوك المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالإقليم الحوس. تشرفنا اليوم بزيارة واحد الشريك مهم اللي كيدخل في التبادل الثقافي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، اللي هي مبادرة سفير ستيفنز اللي داخلة في التبادل الافتراضي بين مؤسستين، الثانوية التأهيلية أب الطيح والثانوية التأهيلية الجديدة بإقليم الحوز وبعض المؤسسات بولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية. هذه المبادرة هذه كتمكن من استعمال تكنولوجيا المعلومات واللي كتجي مندرجة في تنزيل مشاريع قانون الإطار، خاصة القانون رقم 14 18 10 المشروع رقم 8 ديال تنويع النموذج البيداغوجي اللي فيه تعزيز اللغات خاصة اللغة الإنجليزية. هذه المبادرة عندها بوادر وشروط النجاح من خلال الأطر التربوية الحاملة لهذا المشروع، من خلال الأقسام المشاركة في هذه التجربة هذه. كنتمنى إن شاء الله مع الشريك ديالنا أننا نعمو التجربة على إقليم الحوز، وكنتمنى أنها تشمل جميع المؤسسات الثانوية والتأهيلية في إقليم الحوز، ويستفدوا منها جميع التلاميذ والتلميذات على مستوى إقليم الحوز، وتعطي دفعة قوية في إطار تنزيل مشاريع قانون الإطار 51-17. السلام عليكم، منال العاطر، منسقة البرنامج سيمنز انيشيتيف في المغرب. احنا سعداء بزاف اليوم حيت تواجدوا في المديرية الإقليمية للتربية الوطنية. سيمنز انيشيتيف هي مبادرة اللي تجيب التبادل الافتراضي بين الشباب اللي كاينين في الشرق الاوسط وافريقيا شمال افريقيا، والشباب اللي كاينين في الولايات المتحده. وفي هذا البرنامج، هذا تيعزز القدرات ديال التلاميذ في المدارس، القدرات الحياتيه بالنسبه للاندماج للشغل وسي سوفت سكيلز. دونك حنا سعداء بلا اننا تنتواجدوا عندنا جوج ديال المؤسسات في الحوز اللي غادي نبداو معاهم ان شاء الله، وسته ديال الاساتذه اللي مدبجوا معنا في هذا البرامج ديال التكوين. وان شاء الله تنتمنوا باش نوصلوا للمدارس كلهم اللي كاينين في هذه الجهه ديال الحوز. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.